قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له كأنما قرأه من الليل دليل على أن العبادة في الليل أفضل منها في غيره، وذلك أن الليل يواطئ فيه القلب واللسان فيكون أعظم أجراً وأوفر ثواباً، وجعل الصلاة في النهار عدل الصلاة في الليل في حال الفوات، وأما في غير حال الفوات فإن صلاة الليل أفضل.